عدنا إليكم من جديد يا شباب. معلش لسان من النوم فصوته متغير. بريس اوف ذا اتاك لول جالي اوتو فيل دي كاري، فطب قال لي انزل انت، هنزل روح طب. فجيت اروح الميد اختار ازرائيل، فقلت له هتروح دي كاري، قال لي لا مش رايح دي كاري، قال لي مش رايح دي كاري. ومش عارف دي نازله بريس اوف ذا اتاك ليه، مش عارف، انا مستغرب بصراحه. المهم ازرائيل لك هلعب مين ده؟ انا ازرائيل. أما الطب قال لي خلاص روح الطب، فأنا بروح الطب دايما بلعب بجيران، فللأسف جيران متبند وأنت نازل متزهر طب. احنا نوعا ما محتاجين شوية ايد. هي جت بتعمل ايه اصلا؟ مش عارف. وانا جالي اس بمزار. انا حاولت والله، حاولت اسبلت ان انا التيم فايت بتاعنا مش شغال، هو بيخش بالموت بس، وكمان سوراك مش معانا في اي تيم فايت. عامل لها ريبورت بصراحة. اوه تاني جيم يا ابو عمو. كنت هنزل بحاجة اي بي زي براند ولا حاجة، بس ليدي كاريلا انزل بنامي. ايه اللي كان شغال دلوقتي؟ ليدي كاريلا انزل بنامي، وكده كده نامي هيجيب لها اردن سنسور، فهم هيعملوا ماجيك دامج عليهم على امل يعني. محبش الماتش اب اللي بقى فيه اي دي ميد، في الغالب كلهم بيبنوا ارمر، ولو بيفهموا يعني اللين ميديم وبيكسبوا. انا بحب انزل مثلا حاجه زي براند في تيم فايت اضرب الت، ان هم يبقى فيه ماجيك دامج معانا. فلاش ساعدني بس. ايه انا ببص على الماب يا باشا، بس انا بلعب جونجل وعارف الحوار اللي هو الانفيد وكده. فانا كجونجل انا بتضايق لما حدش بيجي معايا بصراحه يعني، فانا في الغالب انا ما بعملش حاجه في البوت لين، فانا يعني ما اروحش معاه ليه. برضه لما تبقى جونجل وتلعب لينات بتحس بالجونجل قدام يعني، هو عايز ياخد دريك يبقى عايز ياخد دريك، عايز يبوش يديله انت بنج بقى، اللي هو ما تروحش دريك دلوقتي ما في فيجن كده. لما انا بلعب جانجل سبحان الله مفيش حد بيقف عليا، اللي هو ايه ما نعرفكش، انت بتلعب مع نفسك في النهايه كده. حد بقى فيجن بقى انت، وشوف بقى في فيجن ولا مفيش، وخد ريج مع نفسك والجو ده بتبقى بؤس يا اسطى. راحت فين؟ رد لعيب بزد، عمل كومبو حتى مش محتاج يضرب الت ولا نفسحها مره واحده، جاب كل حاجه فيها. هاي بكتب لي في الشات ترينا عملت له بيت يا اسطى اوتوماتيك. بكتب في الشات عشان اقول له استنى الويف وفشخني. فري كيل
هاي والله اكس فضلت عايشة. لا هو على الفويس اللي قاعدة فيه. اوه ماتت خلاص، ماتت. ابو عمو، ابو عمو مالك؟ ابو اهدى ابو عمو. بيرفكت الت يا ابو عمو، كالكوليتد، ايزي جيم ايزي لايف. اسيستات يا ابو عمو. راح فين؟ معرفش موت لكس معولة. لا يا ستا جيركن احزان يا ستا. انا مستغرب برضو الوردية دي محطوطة بقالها 7 سنين هناك، محدش ياخد باله منها ليه؟ يعني عدت عليها بتاع 5 6 مرات وبرضه مفيش شايفها. وروك روبورتد فور سميرفينج. مش شايف سميرف يعني، شايفه عادي والله. بص زد خلاها تختار عادي، بيس بيس يا ابو عمو، من غير ويفر من غير اي حاجه. لو صباح ال صباح الفل يا ابو عمو، داخل انا داخل لك تحت ده. ولا زيدو ده عاجبني اوي، معاه سكن والولد بيلعب بيفقد يعني. مش عارف ليه بفكر ليه بتاعت لوكس هي ال W الكي بتاعت لوش بتاعت زيليان. وقالي الولا جاب سكن جديدة، ولا بيعمل ولا شكلها اتغير ليه؟ هتريد السكنه بتاعت لوكس الجديده. كل باتش ريوت تنزل سكنها لوكس، حاجه بؤس السنين يا ابو عم. وانا اموت على سكنها راموس، سكنها حتى سكنها كوره ما فين، مش عارف اجيبها. اول واحد موت يا عم. اسكت بقى، اقعد بقى، هتموتني انت سولو يعني سوبرمان. شادو ماسيا زد بتاعنا زد. يعني بيفلموا على بعض، انا مش عارف بيفلموا على بعض في الاول شات يعني. انتوا خلاص سابين التيم بتاعكم وبيخلونا معاكم في الموضوع اللي هو ما قلت حد يا ابو عمو. كانت بتوعنا اوبي يا ابو عمو، انا جبت كلات يا ابو عمو من الدبل بس. هاي هيضرب الت علينا دلوقتي.
راسي طبعا. بيفلموا على بعض التيم، التيم كله تقريبا بيفلموا على بعض. ما بحبش اول الاول اللي هو انا بعد يعني بعد البرومو بتبقى دي اول اصعب جيمات، اللي انا اقعد اكسب جيم واخسر جيم واخسر جيم واخسر جيم، بتبقى حاجه سهلة. حاسس ان انا ما بطلعش اصلا. وييييه تالت جيم يا شباب جالنا توب، هتشوفوا اجدع توب لين في العالم يا اسطى. انا بلعب توب بقالي فتره، مش بلعب توب توب على طول، لا لما بيجي له توفيل بلعب توب عادي بيس، بس بجارين لو ما جاليش جارين بقوم داخل بعمل زهر حاجه انا اعرفها يعني. بلعب قدام مورد كايزر بصراحه، ما لعبتش قدام مورد كايزر، لعبت قدام ملاوي ومين تاني، لعبت قدام كذا توب يعني، بس ما لعبتش قدام مورد كايزر خالص. لعبت قدام ست تقريبا، والست لا جاكس، اه جاكس لعبت قدام جاكس برضو كذا توب لين لعبت قدامهم يعني. على العموم انا بختار جارين لانه بحس اللي هو سيف فيك، اللي هو انا كل اللي بعمله انا بفارم، ولما بيجي لي جنجل بقوم داخل بقى معاه بالاجنايت بالالت بكله بيس، بس الاجنايت بسيبها في الغالب يعني، اللي هي ايه انت عايز تخش عليها انا معايا اجنايت، متاكد ان انت عايز تخش عليها من الاخر يعني، زي تخويف كده من. ونزل تي بي وكونكرر، هنشوف الماتش هيبقى يمشي ازاي. تهيألي أول مرة أصور وأنا بلعب توب، أنا لعبت توب قبل كده بس كان من غير الكاميرا. بس خدها خدها قشطة، حلو أوي جميل. كان عايز يفلش وراها على فكرة، بس هو تقريبا مكانش معاه كيو، تقريبا معاه جولد، ممكن أرجع أجيب أيتم بس قشطة. ام الالت يا اسطى، اوكي بعد كده يا ابو عمو. بس مقدره ازاي قلب يا اسطى يا اسطى. ده قلب اويه قلته فلاش لل، بس لغيت له التي في يا ابو عمو. اويه ورس يا ابو عمو فاش. ضرب تي بي وانا موجود في اللين، ليه قفص جواف انا؟ هخش لك تاني الوقت يا عم. هاي
ايزي بوي. وعلى امل تراندر يكمل على كده، انا كل ده بعمله وسايب اللين على ما هو، على ما تراندر يعمل حاجه في الجيم. اي بوي ويلكم تو ديماسيا بوي. ديماسيا خد يا زلفي، ايزي ديماسيا او بي. الجولد يا بابا. وات الو 12 3 في البوت، انا فاشخ نفسي عشان اجيب كلتين هتلاقي 12 3 في البوت. يا لهوي على البويز السنين يا جدعان. لو كنت جبت تي بي وعملت تي بي في البوت كان هيفرق. صرت 17. مش ده يا شباب في الجيم الكام مش عارف، بس قشطه نلعب بنامي سبورت. انا جعان بقى، ما لازم اكل، بعمل ايه طيب؟ سمك مطبوع. المهم نلعب بنامي سبورت قدام بايك وبين كومب بتاعهم كانتر بصراحه، بس هما الاثنين شورت رينج يعني، فممكن ندوس ايه في شفط بيرتي جيم لو ما تعلمش جانك يعني. شوف الجيم هتمشي ازاي، ومعانا شيكو في الجانجل بقالي كتير يعني. انا في الغالب المرة الوحيدة اللي نزل معايا شيكو في الجانجل كان معاه فلاش. الواد ده مش هنساه يا اسطى والله، يعني الواد ده لحد دلوقتي انا فاكره، اللي هو قلت له بقول له هو في شيكو بيلعب الجانجل بفلاش؟ انت بتعمل ايه بالفلاش؟ ما انت معاك كيو، المفروض انت واحد كشيكو يعني بتلعب بشيكو او فاهم شيكو، اللي هو خلاص انت الكيو دي هي الفلاش بتاعك، هي اللي بتجري بيها وتخش بيها وكله تعرف انت بتستخدمها امتى. يقول لي لا انا من شيكو و... ومالكش ده يعني، ماليش فيه يعني. من الاخر سيبته يا اسطى واتفرج الولا طالع من الجيم 06، ما عملتش اي حاجه في الجيم 06، يا دوبك هو يخش جانجل يموت، وكان بيلعب اي بي كمان، اللي هو يا لهوي على بؤس السنين. كنت بس الاستنى دي كانت طار موتني. التو زونيا ساد يا اسطى والله. ده ماما اللي عايشة بكام اتش بي دي بوس السنين. انا بكسب كسبورت يا جدعان، اي لين تاني بيبقى ساد، وممكن اكسب كجنجل حاجة بوس السنين والله. لعب حلو بس كان بترول شوية بصراحة. انا هو لعب حلو في الاول، بعد كده فين بقى قعدت تقول له مش عارفة ايه، بتفلم عليه يعني اللي هو موتها وكده، فايه ساب الجيم بقى يركز مع فين. اويه 22. بصوا في تقدم يعني، بصوا على الجنب المشرق في تقدم. انا 22، الحلقه اللي فاتت كنا 20 بقينا 22، بنطلع ببطء بس بنطلع. ايزي يا باشا، ايزي لايف ايزي جيم. ده بالنسبه للحلقه ده شباب، وبيس اشوفكم في الحلقه الجايه.